عبد المجيد تبون ولد في 17 نوفمبر 45 بمشرية في ولاية عامة. 8 أشهر بعد ولادته تنقلت عائلته من ولاية عامة للعيش في سيدي بلعباس نتيجة لمضايقات المستعمر الفرنسي ضد والده المنتمي لجمعية العلماء المسلمين. تحصل سنة 65 على شهادة البكالوريا. كان تبون من بين 37 مترشح فقط الذين فازوا بمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة من أصل 600 مترشح، تخرج منها سنة 69. في مرحلة ما قبل وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة عام 99 تقلد عدة مناصب سامية في الدولة، وكان واليا لأضرار وديارة أمة تيزي وزو. ارتقى بعدها تبون إلى مصافي الوزراء من وزير للاتصال ثم السكن والتجارة، قبل أن يعين وزيرا أولا يوم 24 مايو 2017. 3 أشهر فقط من توليه الوزارة الأولى تم إبعاده من طرف العصابة بعد أن أعلن الحرب على رجال المال المفسدين. 8 أشهر بعد حراك 22 فيفري الذي أسقط حكم بوتفليقة، أعلن تبون في أكتوبر ترشحه لرئاسية 12 ديسمبر 2019. تضمن برنامجه الانتخابي 54 التزاما لتأسيس جمهورية جديدة، من بينها مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات والفصل بين المال والسياسة واسترجاع الأموال المنهوبة. تحصل تبون على ما يقارب 5 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة بنسبة إجمالية قدرت ب 58.15%، ليصبح ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.